انهم كبار، فانت لابد انك كبير في القدر طال عمرك. وانا اخوك ما يهم من كبر ولا صغر سني، المهم اني كبير في المبادئ. يا سلام عليك، يا سلام يا ابو مناحم. طيب يا ناصر، انت اول مره تظهر على الشاشه يا ناصر؟ نعم اول مره. اي بالله. وشلون كسبت الروايه؟ هل الوالد عندك او جدك؟ او الوالد موجود وجدي موجود، والله يطول اعمارهم واعمار شيباننا واخواننا. امين. كيف كسبتها طيب؟ كسبتها من حفظ الاحاديث ومجالس الرجال. يا سلام يا سلام عليك. يا سلام مجالس الرجال. طيب تسمعنا بيت كذا جميل على ذائقتك الحلوه؟ بس لانك اشغلتني بالروايه بعطيك روايه بسيطه. يلا يلا. وفيها فايده. ما شغلتك هذه انت كاتبه انا؟ لا لا فيها فيها فايده. يلا. هذا ابو زيد الهلالي. ابو زيد الهلالي معروف ابو زيد الهلالي. نعم سموه ابو زيد لانه شبره على شبر الرجال يزود زايد. لجت في الشجاعه له زايد، لجى في الكرم له زايد. كانت الارض جدباء والسماء ما تمطر في نجد ولا عين صيد، وراح يدور الصيد 90 ليله ما لقى صيد. شوي عقبه واحد من اخوياه جلس ليلتين وصاد خويه، وهو 90 ليله ما صاد قرابه 3 شهور. ثلاث شهور يقول وقال قصيده، يقول ابو زيد الهلالي سلامه الراس من لبس العمامة باد، ما باد من جوع ولا باد من ظما ولا باد من حمّن عليها وقاد. نعد الليالي والليالي تعدنا، وحن الذي نفنا وهن نجداد. يا طارد الأرزاق هون بطردها، الرزق من عند الإله قاد. عديت في المرقاب 90 ليلة وعقبني أبو ليلتين وصل. لا إله إلا الله. قل يا الله ان الله يجعل ربي يكتب لنا الارزاق، اللهم يعني نشوفها مثل شوف السحاب والسماء. اقول سبحان اللي قبلك. الله يجعل ربي يوفقنا واياك. وكلامك جميل يا ابو مناحي، الله يطول يجعل فالك التوفيق. ابو مناحي عندك الصناديق واستعن بالله. اعطني واحد. اعطى واحد. ويا سلام. السؤال يقول: ما هي المدينه التي يطلق عليها في السعوديه العاصمه التجاريه؟ هل هي الطائف، جده، الدمام؟ تجارية؟ نعم. ما هي المدينة التي يطلق عليها في السعودية العاصمة التجارية؟ الطائف، جدة، الدمام؟ طائف. هدوء. طائف لا. الدمام. الدمام. جدة. لا خلاص أجبت أنت وأنا صدتك بعد صدت اللي علم. إجابة خاطئة يا أبو مناحي ومعوض خير. إذا سالب 100 هلا لا ناصر مناحي القحطاني ومعوض خير. هي جدة وما ينلام والله.